رئيس الوزراء يشدد على وضع خريطة طريق لتنفيذ استراتيجية صناعة السيارات في مصر. البترول تعلن توصيل الغاز الطبيعي إلى 13 مليون وحدة سكنية بمختلف المحافظات منذ 2014 وحتى يناير الماضي. ووزارة الري توقع عقد مشروع إنشاء مجموعة قناطر ضيغوط الجديدة بمحافظة أسيوط. نشرة اقتصادية جديدة تأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. شدد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي على وضع خريطة طريق لتنفيذ استراتيجية صناعة السيارات في مصر. وخلال عقده اجتماعا لمتابعة الخطوات الخاصة بالاستراتيجية، شدد مدبولي على ضرورة الإعلان خلال هذا الشهر عن هذه الخطوات، وذلك نظرا لأهمية هذا الملف تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والخاصة بأهمية العمل على توطين صناعة السيارات في مصر وتطوير صناعة المغذية لها. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة موقف تنفيذ قرارات نزع الملكية والتعويضات الخاصة بمشروعات الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية بحضور عدد من المسؤولين. وخلال الاجتماع نوه رئيس الوزراء بأن الاجتماع يستهدف دفع العمل بتلك المشروعات، خاصة أن الدولة تنفذ عددا كبيرا من هذه المشروعات التنموية الكبرى. كما تطرق الاجتماع إلى المشروعات التي تنفذها الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح الهيئة القومية للأنفاق، ومنها مشروع القطار الكهربائي السريع، وكذا المشروعات التي يتم تنفيذها لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر. تتسم العلاقات المصرية الصينية بخصوصية شديدة، حيث توطدت تلك العلاقات ووصلت إلى مستوى أعلى في ظل الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تربط القاهرة وبكين ودور القيادة السياسية في دفع علاقاتهما إلى آفاق أرحب. المزيد نتابعه في التقرير التالي. نحو الارتقاء والتطور، تواصل العلاقات المصرية الصينية مسيرتها القوية في كافة مجالاتها طيلة ما يزيد عن 6 عقود، وتوطدت إلى مستوى أعلى في ظل المشاركة الاستراتيجية الشاملة التي تربط القاهرة وبكين ودور القيادة السياسية في كلا البلدين في دفع علاقاتهما إلى آفاق أرحب. تتسم العلاقات السياسية بين مصر والصين بخصوصية شديدة من حيث توافق الرؤى بشأن دعم الحلول السلمية والدبلوماسية للأزمات والصراعات في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك الوضع في سوريا والعراق وليبيا، بالإضافة إلى سعي البلدين إلى تعزيز التعاون الدولي في عصر العولمة وتحقيق أقصى استفادة من مبادرة الحزام والطريق. لقد تعهدت وفخامتكم خلال لقاءاتنا المتكررة على دفع العلاقات بين بلدينا الصديقين، واليوم نسعى للارتقاء بالعلاقة الاستراتيجية الشاملة نحو آفاق أرحب. وقد أثبتت أزمة جائحة كورونا أن التعاون فيما بين الدول والقدرة على تحقيق التكامل والانسجام على مختلف المستويات هي عوامل مهمة لضمان استقرار وسلامة المجتمع الدولي. اقتصاديا تحظى العلاقات التجارية بين البلدين بأهمية بالغة بوصفها المحرك والأساس للتفاعلات المصرية الصينية، وما ظهر جليا في إبرام العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون في عدد من المجالات، بالإضافة إلى بلوغ حجم الاستثمارات الصينية في مصر عام 2020 نحو 7 مليارات و700 مليون دولار. ويعد التعاون في القطاع السياحي أحد المجالات المهمة في العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية، خاصة وأن السوق الصيني يعد إحدى أهم الأسواق السياحية الواعدة بالنسبة لمصر، والتي بلغت ما يزيد عن 500,000 سائح صيني في عام 2018. كما شاركت مصر في القمة الصينية الأفريقية الاستثنائية بشأن وباء كورونا في يونيو من عام 2020، وأكدت أن انعقادها يؤكد توافر الإرادة السياسية لدفع العلاقات الأفريقية الصينية. ويأتي انعقاد قمتنا الاستثنائية اليوم ليؤكد أن العلاقات الأفريقية الصينية
تبقى وثيقة وصامدة أمام جميع الاختبارات والتحديات، وليعت الإرادة السياسية القوية داخل القارة لمواصلة التعامل الجاد مع تداعيات وتفشي الفيروس مع شريك دولي مهم. البعد الأمني والدفاعي لا سيما فيما يخص التعاون بين البلدين في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف مثل نصيبا واضحا في تفاعلات العلاقات المصرية الصينية، وما انعكس في الزيارات المتبادلة لمسؤولي البلدين رفيعي المستوى وتبادل الطرفين تأييد جهود ومواقف الطرف الآخر بهذا الشأن. أعلنت وزارتا المالية والتجارة بدء تطبيق مبادرة السداد النقدي لمشحونات الصادرات اعتبارا من أول يوليو الماضي بنسبة خصم تعجيل سداد بلغت 8% بدلا من 15%. أكدت الوزارتان أن كل القطاعات التصديرية متاح لها الاستفادة من هذه المبادرة بشرط استيفاء المستندات المنصوص عليها بالبرنامج الجديد للمساندة التصديرية لدى صندوق تنمية الصادرات. وساندت الحكومة القطاع التصديري بنحو 31 مليار جنيه تم صرفها لأكثر من 3000 شركة مصدرة منذ بدء تنفيذ مبادرات رد المستحقات المتأخرة للمصدرين في أكتوبر 2019 حتى الآن. ويجرى حاليا استكمال المرحلة الرابعة لمبادرة السداد النقدي الفوري، حيث تم فتح الباب أمام المصدرين اعتبارا من يوم 30 من يناير حتى 10 من فبراير الجاري. أعلنت وزارة البترول توصيل الغاز الطبيعي إلى 13 مليون وحدة سكنية في مختلف المحافظات منذ بدء النشاط في عام 2014 وحتى شهر يناير الماضي. وأشار وزير البترول طارق الملا إلى أنه تم توصيل الغاز الطبيعي إلى 98 قرية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، كما أنه تم وضع خطة طموحة لتوصيل الغاز الطبيعي إلى 1,200,000 وحدة سكنية خلال العام الحالي. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا هاتفيا دكتور ثروة راغب أستاذ هندسة البترول والطاقة. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك. في البداية يعني لو تكلمنا عن المشروع، كيف ساهم المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين؟ تمام يا فندم. طبعا الدولة احنا عندنا طبعا انتاج ضخم من الغاز وصل ل 7.2 مليار مكعب من الغاز، فلازم الدولة تعظم القيمة المضافة من الانتاج للغاز الضخم ده بطرق عديدة. فمن ضمن الأشياء المهمة للدولة تتبناها دلوقتي وهي توصيل الغاز للمنازل، سواء كان عن طريق حياة كريمة أو عن طريق الخطة المستقبلية للدولة،
ده طبعا بيوفر للدوله للدوله وللمواطن. المواطن طبعا زي ما انت حضرتك عارفه ان هو كان بيعاني من بيحصل على نبوت الغاز وممكن يحصل في مخاطر في البيت وخصوصا كمان بتبقى العمليه صعبه جدا في عمليه الحوادث بجانب السوق السوداء الحاجات دي كلها. ولكن الغاز اللي بيجي من الابار واتحط في الشبكه القوميه ووصل للبيوت بيكون غاز امن جدا لانه بيبقى مثلا بضغط معين بحيث انه يوصل امن للبيوت. فده طبعا الدوله عشان تعظم الكون المضافه هي قامت بهذه الخطه تمام عشان يستفاد منها المواطن وفي نفس الوقت برضه ما تكبدش الدوله خسائر كبيره جدا وميزانيه ضخمه نتيجه الغاز اللي بيجي مستورد من بره بالسوق السوداء بالعمله الصعبه. وبالتالي طبعا ديت هيفيد المواطن ويفيد الدوله في هذه الاشياء من 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 من, من الانتاج الضخم اللي عندنا. في الحقيقة تتخذ الدولة خطوات سريعة ومتسارعة وكثيرة في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، كيف تسير خطوات استكمال المشروع برأيك؟ تمام، أنا شايف طبعا من 2014 لحد دلوقتي العدد تزايد جدا لأكثر من 13 مليون وفي خطة من الدولة أنها تقوم بعمل 1,200,000 وحدة سكنية سنويا وده طبعا ملكية سياسية بتنظر للمنظور ده بنفسها وتباشر هذه الأشياء بنفسها. طبعا ده هيؤدي الى المواطن يستفاد جدا من حاجه زي كده. وزي ما قلت لحضرتك الدوله مش هتقوم بتعمل حاجه زي كده لما يكون عندنا انتاج ضخم عندنا من الغاز واحنا عندنا انتاج ضخم من الغاز. بجانب ان الدوله طبعا فهمت للمواطن المصري ان هو يقوم باخذ هذه الاشياء نتيجه مثلا عن طريق قرض مخفض من البنوك عن طريق حتى دلوقتي الشركه لما تقوم بعمليه المؤيسه على البيوت بنفسها هناك ما تكبرش المواطن تكاليف اي تكاليف اصلا حتى التكلفه اللي بعد كده بتبقى عن طريق الفاتوره الشهريه للمواطن وبالتالي المواطن دلوقتي مش هيتحمل اي مصاريف كبيره جدا عشان يكون توصيل الغاز ليه. هي بس الدوله دلوقتي الحاجه اللي دايما تعوق الدوله في عمليه توصيل الغاز عشان الدوله تقول لك فين ما جيش الغاز ليه؟ يعرفوا ان لازم يكون ان البنيه التحتيه لهذه البلد من ناحيه الصرف الصحي تكون كامله لان طبعا ماسوره الغاز عايزه عمق معين وبالتالي لازم تتصفر بعمق معين عشان الموضوع السيفتي بتاعها. فلازم الاول حاجه لازم البنيه التحتيه للصرف الصحي تخلص وبعد كده ايه يجي موضوع الغاز بعد كده. فطبعا اي قريه دلوقتي لازم تطمئن في طبعا خطه من الدوله انها تقوم بزياده العدد ده والاكثر واكثر ولكن طبعا لازم كل حد يعرف لازم يكون عندنا صرف صحي في القريه اللي هيتم فيها عمليه التوصيل وبناء عليه يتم توصيل الغاز لكل قرى مصر ان شاء الله عن قريب. طيب دكتور، ساهم الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي ربما في تحسين مستوى الاقتصاد المصري بشكل ملحوظ جدا وربما عن لدينا اكتفاء وايضا نصدر الى الخارج الغاز الطبيعي، كيف ترى هذا الامر؟ تمام، فطبعا احنا ده طبعا شيء يذكر ونشيد به لوزارة البترول والقيادة السياسية. احنا عندنا دلوقتي بنصدر اكثر من 70 شحنة، احنا من 2018 عندنا اكتفاء ذاتي من الغاز وده طبعا نتيجة حقل زور الضخم اللي هو انتاجه 3.2 مليون قدم مكعب الغاز وهو ده اللي ادى الى تعظيم الانتاج الضخم المصري من الغاز وشغل طبعا محطة الاسالة بتاع ايدكو ومحطة الاسالة بتاع دمياط وقمنا بتصدير الاتحاد الاوروبي اكثر من 70 شحنة لهذه الآلة. طبعا ده لازم الناس تعرف كل يوم بنقوم بتصدير 1.8 مليون قدم مكعب يومي ده الى الخارج وده طبعا ده بيدر على الدوله قيمه دولاريه عاليه جدا تمام صحيح. ممكن تستخدمها في الصحه في التعليم بجانب كمان العلاقات السياسيه اللي العالم كله بيحترمها دلوقتي في مصر دلوقتي سياده الرئيس لما بيروح اي مكان في العالم العالم كله بيشوف مدى الاستقبال ومدى الاحترام اللي فيه. مصر بكميه الغاز اللي عندها غيرت خريطه العالم بالغاز دلوقتي الاتحاد الاوروبي ما عادش بيعتمد فقط على روسيا فقط عاد بيعتمد على 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 مصر وعلى بعض الاماكن الاخرى دلوقتي عشان كده العالم كله دلوقتي لنا مكانه كويسه جدا في العالم نتيجه الانتاج الضخم من الغاز اللي عندنا ده وده طبعا هيدير للدوله اموال طائله جدا نتيجه التصدير اليومي لهذه الكميات من للخارج. شكرا جزيلا دكتور ثروة راغب أستاذ هندسة البترول والطاقة كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك على كل هذه التفاصيل. وقعت وزارة الري عقد مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة الواقعة على بحر يوسف بمحافظة أسيوط مع إحدى الشركات اليابانية. وأشاد وزير
الري الدكتور محمد عبد العاطي بالتعاون المتميز بين البلدين، والذي يمتد لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات المشتركة، مشيرا إلى أن مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروت الجديدة يأتي استمرارا لما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية من أعمال إحلال وتأهيل كافة المنشآت المائية الرئيسية الواقعة على بحر يوسف. بحث رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد عبد الوهاب مع محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب آلية تفعيل التعاون في العلاقات الاستثمارية الثنائية بين البلدين. أكد رئيس الهيئة التنسيق المستمر مع الجانب العراقي لتفعيل هذه الآليات وتعظيم الاستفادة المتبادلة من خبرات الدولتين في تطوير التشريعات الاقتصادية، بما يسهم في تهيئة بيئة الأعمال للمستثمرين. من جانبه أكد محافظ المركزي العراقي الحرص على الاستفادة من الإمكانات المتاحة بالهيئة، كما أشار إلى حرص القطاع المصرفي العراقي على تلبية كافة الاحتياجات التمويلية للمستثمرين المصريين بالعراق. وقعت الهيئة العربية للتصنيع بروتوكول تعاون مع شركة إبدأ لتنمية المشروعات للاستفادة من الإمكانات والقدرات التصنيعية بالهيئة وتدريب الكوادر البشرية. أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة المختلفة واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية وتبادل الخبرات وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية بما يحقق رؤية مصر 2030. استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري، واستقر الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بقيمة 15 جنيها و66 قرشا للشراء و15 جنيها و75 قرشا للبيع، فيما استقر الريال السعودي عند مستوى 4 جنيهات و17 قرشا للشراء و4 جنيهات و20 قرشا للبيع. انخفضت أسعار النفط بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم مع استيعاب المستثمرين لقرار أوبك بلس أمس، التي اتفقت على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا في مارس، وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.2% لتصل إلى 88 دولارا و39 سنتا للبرميل، كما سجلت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي هبوطا عند مستوى 87 دولارا و12 سنتا للبرميل. ميل
وإلى أسعار الذهب، انخفضت أسعار الذهب بعد ارتفاعها على مدار 3 أيام مع متابعة التوترات الجيوسياسية وتقييم المستثمرين لتراجع التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي مع ترقب تقرير الوظائف الشهري الذي سيصدر غدا. وتراجع سعر أوقية الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 23% من 100% مسجلا مستوى 1800 دولارين للأوقية. تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال التعاملات مع متابعة نتائج أعمال الشركات وترقب المستثمرين نتائج اجتماع كل من المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا. وانخفض مؤشر ستوكس يوروب 600 بنسبة 0.6%، كما تراجع داكس الألماني بنحو 0.6% وكاك الفرنسي بقيمة 0.2%، فيما هبط فوتسي البريطاني بنحو 0.2%. ارتفعت أسعار الغذاء العالمية قرب مستوى قياسي خلال يناير الماضي، مما يضيف إلى التكاليف المعيشية المرتفعة التي يواجهها المستهلكون. وأوضحت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو أن المؤشر ارتفع بنسبة 1.1% بدعم من زيادة أسعار الزيوت النباتية ومنتجات الألبان، ليقترب المؤشر من أعلى مستوياته على الإطلاق المسجل عام 2011 بسبب تراجع الصادرات وقيود أخرى على جانب العرض، ولا سيما نقص العمالة والطقس غير المواتي. وافق صندوق النقد الدولي على صرف 1 مليار دولار لباكستان بعد إتمام مراجعة سادسة لإصلاحات البلاد بموجب برنامج القروض الخاص بها البالغ قيمته 6 مليارات دولار. ويرفع صرف هذه الدفعة إجمالي سحب باكستان بموجب برنامج تسهيل الصندوق الممدد لدعم الميزانية إلى نحو 3 مليارات دولار. وتمت الموافقة على البرنامج أولا في يوليو عام 2019. ولمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت extranews.tv، كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، وإنستغرام، وأخيرا يوتيوب. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.